هل تعتقد أن السعودية اتخذت قراراً بالخروج من مسألة العلاقة والشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية حتى لو جاء جمهورياً العام القادم؟ هل تعتقد أن السعودية اتخذت القرار؟ أعتقد ذلك. أولاً في سنة 2019 نذكر جيداً عندما قصفت البنية التحتية في السعودية، البنية التحتية النفطية في السعودية، وأدت إلى وقف الإنتاج لفترة بسيطة، حوالي نصف إنتاج السعودية توقف عن العمل آنذاك. عندما سئل الرئيس ترامب هل سيفعل شيئا ضد هذه الميليشيات التي أطلقت الصواريخ، قال بأن الصواريخ لم تطلق على أمريكا بل أطلقت على السعودية. هذه كانت إشارة واضحة على أن السعودية غير محمية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. إذن منذ ذلك الوقت تبين للسعودية بأن عليها أن تنهج منهجا آخر. السعودية كانت من أكثر البلدان المتحمسة لمعارضة الشيوعية في العالم، ولكن تجد اليوم السعودية تتقرب وتوقع على علاقات متينة مع أكبر دولة شيوعية في العالم وهي الصين. إذن لا شك بأن تصرفات الولايات المتحدة أدت إلى أن تعمل السعودية على ما يصب في مصلحتها وتتعامل مع الصين ومع روسيا.